السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بيكم مرة تانية في الدرس الرابع من وحدتنا الستة، واللي بيكلم لي عن الـ pronunciation. الجزء الأول اللي هو part 1 بيكلم لي عن الـ pronunciation وحيديني الفرق بين الـ B والـ P، طبعا السوفت بي والهارد بي، أو شكل ما احنا عارفينها حبايبي اللي هي البي الخفيفة والبي التقيلة، أو الـ voiced بي والـ unvoiced بي. طبعا البي حبايبي الاولى دي هي البي فور بوك، او ان احنا بنقول عليها فويست بي، يعني البي المنطوقه، يعني اللي انا عشان اقولها لازم اطلع صوت، يعني مش ممكن هنطق الحرف ده من غير ما صوتي يطلع با 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 با. ومدينا امثله على كده كلمه بول بول، بير بير بير، بيتش بيتش بيتش، بي بي بي. اما البي التانية حبايبي فهي بي فور بين، بي فور بين او هارد بي او الانفويست بي. يعني ايه انفويست بي حبايبي؟ معناها ان انا لما انطقها مش محتاج اطلع صوت، كل الموضوع ان بيبقى فيه كتم للهواء من خلال الشفايف وبعدين الهواء بعد كده يطلع من الفم، فانت بتسمعها من غير ما انا اطلع صوت. تاني بنقول عليها بي فور بين اور هارد بي اور انفويست بي. مديني امثله عليها حبايبي، شكل كلمه بول بول، يبقى انا عايزك تلاحظ الفرق، هنا قلنا بول لكن هنا بول، عندنا هنا قلنا بير لكن هنا هنقول بير بير، هنا حبايبي قلنا بيتش بيتش لكن هنا هنقول بيتش بيتش بيتش، يبقى انا عايزك تلاحظ الفرق بين الصوتين، عندنا انا حبايبي كلمه بي بي يعني نحله لكن هنا بي 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 يعني البازلاء او البسله. بقول لحبايبي we make the sound p and b at the front of our mouth، طبعا من الجزء الامامي للفم يعني من خلال الشفايف، by pressing our lips together يعني نحن بنضم شفايفنا حبايبي مع بعض، but they are different لكنهم مختلفين، عشان ادي السوفت بي فلازم اطلع صوت، اما الهارد بي ما بطلعش صوت. طبعا هنا حبايبي مديني بطلع الصوت ده ازاي؟ قال لي the air comes out of our mouth when we say it، يعني بتلاقي هواء بيطلع من الفم بشكل ملحوظ لما بنطقه. فبيقول لي عشان تعرف ان انت بتنطقه صح ولا لا، قال لي put put a piece of paper، لاحظ انه كلها حبايبي فيها hard p، put a piece of paper in front of your mouth، هتحط ورقة قدام فمك، say the sound p، هتقول الصوت، the paper moves، هتلاقي الورقة حبايبي اتحركت. اما السوفت بي يعني البي الخفيفه او البي فور بوك او الفويست بي، اللي the vocal cords vibrate when we say it، اللي حبايبي الاحبال الصوتيه بتهتز، يعني كلمه voiced بمعنى ان لازم صوت يطلع، الصوت عشان يطلع لازم يحصل اهتزاز حبايبي الاحبال الصوتيه، يعني لو انا حطيت ايدي على رقبتي كده عند الاحبال الصوتيه قلت بي 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 هلاقي الصوت طالع، الاحبال الصوتيه بتتهز. قال لي عشان اتاكد put a piece of paper in front of your mouth say the sound b the paper doesn't move، هنا مش هتتحرك لان مفيش اندفاع للهواء من الفم بشكل الهارد p. في الجزء الثاني حبايبي مديني the silent letters in words، طبعا بعض حروف السايلنت او الصامته في الكلمات يعني بتنكتب حبايبي ولكن ما بتتنطقش. In English there are some words with silent letters letters we don't pronounce، يعني حروف ما بننطقهاش. طبعا هنا مديني حرف البي لما يجي ورا حرف الام، البي فور بوك لما يجي ورا الام حبايبي مش بنطقه، شكل climb 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 and lamb lamb lamb، يبقى دي هنقول على climb مش climb، وهنا هنقول lamb مش lamb. طيب حرف الدبليو حبايبي لما يجي بعده ار بيبقى سايلنت مش بيتنطق، شكل كلمه رايت رايت وكلمه ريست ريست اللي هو المعصم او الرزق. كمان حبايبي حرف الدبليو لما جه وراه او في رقم 2 2 2، هنا الدبليو ما بنتنطقش. طيب وكمان في كلمه شكل كلمه انسر انسر انسر، هنا الدبليو برضو سايلنت. مديني كمان الاتش حبايبي في كلمة اور
our. طب يعني يا مستر هو ال H لما يجي وراه حرف ال O ما بيتنطقش؟ هقول لك لا طبعا، دي خاصة بكلمة our. لكن لو احنا شفنا مثلا كلمة house، house يعني منزل، هنلاقي ال H بتتنطق عادي يا حبايبي. في كلمة مثلا حبايبي شكل كلمة school، school 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 يعني مدرسة، يبقى هنا السين اللي نطقت. أما ال H حبايبي ما اتنطقتش، يبقى هنا school ال H silent. برضو حرف ال K لما يجي وراه N، ال K بيبقى silent شكل knife knife knife. ني ني ني. مديني حرف الاس في كلمة جزيرة يعني island island island. وطبعا حرف التي لما يجي وراء ال شكل كلمة قلعة castle castle castle. حرف الجي حبيبي لما يجي وراء ان شكل كلمة sign sign sign. بس ده حبيبي شكل ما قلنا مش قاعدة ثابتة، اكيد لكل قاعدة فيها شواذ وفيها اختلافات، يعني ما نقدرش نقول ان اي جي يجي وراها ان تبقى سايلنت. والدليل على كده ان التوقيع حبيبي اسمه سيجنيتشر سيجنيتشر، فبنلاقي الجي حبيبي بتتنطق ساين ساين. يبقى هنا مهم جدا ان احفظ الكلمات دي بالحروف السايلنت اللي موجودة فيها. تعالوا نشوف حبيبي في صفحة 305 بيقول لي he was climbing on an island. يبقى هنا بيجيب لي قطعة وفيها الحروف السايلنت اللي هو الدائري. He was climbing، ما قلتش climbing، climbing on an island، island ما قلتش Iceland. With his two cats، يبقى هنا W silent. He fell onto a beach، يعني نزل على الشاطئ أو سقط على الشاطئ. And hurt his wrist، وجرح معصمه. حبيبي W هنا silent، يبقى أنا عايزك تلاحظ الحروف السايلنت اللي هو الدهالي، خلي بالك. طيب ولي but he was very lucky، لكنه كان محظوظ. he had a knife، يعني كان معاه سكينة. so he could make a bandage، يعني قدر يعمل حبايبي ضمادة. and write a message، وقدر يكتب كمان رسالة. in the sand، في الرمل. لاحظ write double silent. two hours later، وبعدها بساعتين اتنين. people came to save him، يعني الناس قوم عشان ينقذوا. تعال نشوف حبايبي بقى الكويز اللي هو مدهالي. بيقول لي listen and take the words with silent letters. طبعا عندنا school اكيد طبعا لان ال H هنا silent. عندنا كلمة beach peach طبعا كله منطوق ما فيهاش. knife هنقول ال K silent. عندنا كلمة wrist ال W silent. عندنا كلمة lamb ال B silent. عندنا كلمة island ال S silent. عندنا كلمة P P مفيش حاجة silent. عندنا كلمة pen pen برضو مفيش حاجة silent. تعال نشوف حبايبي يلا general exercises اللي هو مديها لي على الجزء ده من الدرس الرابع. طبعا بيقول لي listen and circle، المفروض ان انا بسمع وميز هل هي voiced يعني منطوقة يعني بي خفيفة يعني بي for book، ولا unvoiced، ولا P for pen او hard P. طيب تعال نشوف اول نوت peach peach. برافو عليكم. ball ball برافو عليكم ممتازين. طيب اللي بعدها بي 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 ممتاز. بعدها bear 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 excellent before book. تعال نشوف حبايبي السؤال التاني. بيقول read and circle the silent letters in each word، هنقرا ونحط دايرة على الحرف السايلنت في كل كلمة. عندنا كلمة our طبعا ال H silent. عندنا كلمة write الw silent. عندنا كلمة sign الg silent. school h silent. castle الt silent. lamb الb طبعا حبايبي silent. تعال حبايبي نشوف السؤال الثالث. بيقولي wrist قلنا ده يعني رزغ او معصم. عندنا كلمة came يعني اتى. عندنا كلمة hours يعني ساعات. وعندنا كلمة write يعني يكتب. وعندنا كلمة island يعني جزيرة. بيقولي safe was climbing on an island، كان بيتسلق على جزيرة. with his two cats he fell onto a beach and hurt his اكيد hurt his wrist. but he was lucky he had a knife so he could make a bandage، قدر يعمل حبيبي ضمادة. and a message in the sand، اكيد يكتب رسالة، يبقى write write a message in the sand. 2A later people came to save him، اكيد بعد ساعتين، يبقى اكيد 2 hours later 2 hours later يعني بعد ساعتين الناس قوم عشان ينقذوا. تعال حبايبي يلا نشوف اخر سؤال معانا. وبيقول لي look read and circle it's a طبعا it's a bear، وبير حبايبي بمعنى دب.
عندنا بيقول there is a on the flower، دي طبعا اسمها بي، وبي حبايبي بمعنى نحلة. Number three I like to eat peaches. Peaches الخوخ حبايبي اسمه peaches. Peaches. Number four I use the to cut fruit. انا بستخدم يا حبايبي، برافو عليكم، نايف. طبعا حبايبي الكي هنا silent. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ومعلش اعذرونا، كنا مشغولين جدا والله الفترة اللي فاتت، لكن هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نكمل دروسنا ان شاء الله وننزلها بسرعة، وكمان هننزل حلول الملحق ان شاء الله بتاع المعاصر وكمان بتاع الباهر. ما تنسوش دعموا القناة عشان نقدر نواصل ونكمل لكم الحلقات ان شاء الله. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. جود باي، السلام عليكم.